النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. عمت الأمطار بحمد الله أغلب ومختلف مناطق المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم، إثر تأثر المملكة بمنخفض جوي كان من الدرجة الثانية وأدى إلى هطول أمطار في أغلب المناطق. نستعرض سوية خرائط توقعات الحالة الجوية التي كانت نهار هذا اليوم من نشرة يوم أمس. نلاحظ أن المناطق الجنوبية من المملكة توقعنا عليها تساقطات للثلوج وتراكمات. المنطقة الشمالية والوسطى كانت خالية تقريبا من أي تساقطات مؤثرة للثلوج، سوى بعض الثلوج غير مؤثرة فوق قمم جبال عجلون العالية، قمم البلقاء العالية وقمم العاصمة عمان، بالإضافة إلى تساقط الثلوج في الكرك. نستعرض ما جاء على أرض الواقع في المناطق الشمالية، تقريبا إربد 17 ملم من الأمطار، 30 ملم من الأمطار في عجلون، بعض الثلوج الخفيفة التي تراكمت صباحا في قمم جبال عجلون، في البلقاء أيضا 25 ملم مع بعض الثلوج الخفيفة التي تراكمت أيضا على قمم الجبال. في العاصمة عمان تقريبا 30 ملم في غربي العاصمة عمان، جنوب غرب العاصمة عمان تقريبا حوالي 50 ملم، شرق العاصمة عمان 20 ملم مع بعض أيضا الثلوج الخفيفة التي سقطت صباحا فوق المرتفعات الجبلية العالية. في مادبة 35 ملم من الأمطار، في الكرك 30 ملم من الأمطار، كما هطلت بحمد الله وتساقط الثلوج فوق لواء المزار الجنوبي ومنطقة مؤتة. في الرشادية حقيقة في الطفيلة وصلت سمكات الثلوج إلى تقريبا نحو 15 سنتيمتر وكانت الثلوج كثيفة هناك. في مناطق الشوبك تقريبا حوالي 10 سنتيمترات ما بين الشوبك ومنطقة وادي موسى، إلا أن المناطق الجنوبية لم تشهد حتى ساعة هذه البث أي تساقطات ثلجية كبيرة وإنما كانت تراكمات محدودة. كذلك الأمر توقعات الثلوج في المنطقة الشرقية توقع أن تكون في ساعات منتصف هذه الليلة. صور الأقمار الاصطناعية، آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا بدأت تشير بأن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر على المنطقة والمملكة قد تحرك شرقا، هناك تدفق لبعض السحب والغيوم الممطرة والمثلجة نحو المناطق الجنوبية من المملكة. نلاحظ أن المناطق الشمالية والوسطى من المملكة تقريبا بدأت تخلو أحيانا من تواجد الغيوم وهناك استقرار عام على الأجواء عدا بعض الزخات المحلية من الأمطار، في حين أن المنطقة الشرقية من المملكة هناك كميات كبيرة من الغيوم تتحرك إليها وبالتالي ربما تكون هناك بعض الهطولات المطرية وربما الثلجية بمشيئة الله تعالى. مندوبين طقس العرب كانوا اليوم في المناطق الجنوبية لينقلوا لنا صورة الأوضاع في الطفيلة والرشادية، والآن أصبحوا في مناطق جنوب المملكة تحديدا في منطقة وادي موسى أو على مدخل وادي موسى في منطقة الهيشة. يتواجد الآن الزميل عامر قحف هناك. مساء الخير أخي عامر، ما هي آخر الأحوال الجوية لديك؟ ويريد تنقلنا في صورة الأوضاع هناك. مساء النور زميل محمد، الله يعطيك العافية. نحن الآن متواجدين في منطقة الهيشة التابعة للواء الشوبك. أجواء باردة جدا صراحة وضبابية، لا ثلوج الآن بعد أن استمر تساقط الثلوج من فترة الصباح وحتى ساعات ما بعد العصر في معظم المرتفعات الجبلية العالية. الملاحظ هنا زميل محمد وجود بصراحة انجماد كبير هنا في المنطقة، لا سيما في المنطقة اللي احنا موجودين فيها اصلا في مثلث الهيشة، يوجد انجماد صعب كبير صراحة وصعب، والسياقة بحذر جدا، يعني سياقة المركبة يرجى توخي الحذر الشديد فيها بسبب الانجماد الكبير الذي يؤثر الآن على المنطقة. هنا في منطقة غابة الهيشة كما تلاحظون يمنع مسير أي مركبة بسبب الانجماد الذي يضرب المنطقة حاليا. كما تلاحظون
تحيات رجال الامن موجوده، كل الاحترام والتقدير لهم. هنا رجال الامن عامل متواجدين على المثلث، يعطيهم الف عافيه، متواجدين منذ الصباح وعلى مدار الساعه. كل الاحترام والتقدير لاجهزتنا الامنيه كافه. الاشغال العامه قامت منذ صباح هذا اليوم ومستمره، الياتها موجوده على المثلث حتى تقوم ازاله الثلوج في التساقط وتجدد التساقط. الى محمد، نعود اليك في استودياتنا في عمان. شكرا جزيلا للزميل عامر، والشكر موصول لجميع مندوبي طقس العرب ولكادر طقس العرب. إذا هذه صورة الأحوال الجوية في المملكة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، أجواء باردة جدا للغاية، درجة حرارة درجتين مئويتين، فبالتالي أجواء باردة جدا. هناك خطر تشكل الجليد والانجماد في بعض المناطق المرتفعة والعالية، سيما تلك التي تساقط عليها الثلوج، ودرجة الحرارة الملموسة تهبط إلى درجتين مئويتين تحت الصفر. أجواء جدا باردة هذه الليلة في عموم المناطق. تسقط بمشيئة الله زخات ثلجية في المنطقة الشرقية، حاليا في منطقة البادية الشرقية، وتستمر بعض الزخات الثلجية التي قد تكون قوية أحيانا ولفترات قليلة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. هذه الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى هذه الليلة. نهار يوم غد تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، تبقى بعض الأمطار حاضرة لكن على شكل زخات محلية، سيما في ساعات ما بعد الظهر، وتبقى هناك فرصة ضعيفة لبعض الزخات الثلجية بمشيئة الله تعالى في المناطق تقريبا الجنوبية أو المرتفعة من المناطق الجنوبية. هذه الخرائط تشير إلى درجات حرارة طبقات الجو. إذن الكتلة الهوائية القطبية اندفعت وأدت إلى تشكل هذا المنخفض الجوي. باتت هذه الليلة تتمركز في المناطق الشرقية ومناطق بادية الشام كما تحدثنا سابقا. يستمر تحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية مبتعدة، تقريبا تصل إلى مناطق شمال المملكة العربية السعودية نهار يوم غد الأربعاء. ونهار يوم الخميس كما نلاحظ هذه الألوان، كلما اتجهنا لهذه الألوان تعني أن هناك دفء في طبقات الجو، وبالتالي تسيطر على المملكة نهار يوم الخميس أجواء أكثر دفئا مما كانت عليه الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء. إنما مع ساعات مساء يوم الخميس نراقب تدفق لكتلة هوائية قطبية جديدة. هذه الكتلة الهوائية القطبية تتواجد مع ساعات فجر يوم الجمعة فوق الأراضي التركية، تحديدا فوق مناطق شمال المملكة، عفوا شمال الأراضي السورية ومناطق أواسط تركيا. هذه الخريطة تبين انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو. هذه الألوان تعكس مدى عمق الكتلة الهوائية القطبية. هذه الكتلة الهوائية القطبية يتوقع حسب نماذج المحاكاة الحاسوبية تتحرك بهذا الشكل، وهي مناطق شرق الأراضي السورية. ولاحقا يوم السبت يتوقع أن تتدفق هذه الكتلة الهوائية القطبية تتمركز فوق العراق. هذا الشكل وهذه الحركة للكتلة القطبية يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تؤدي إلى تدفق رياح باردة نحو المملكة، إنما دون ما تسبب تساقط ثلوج. فبالتالي يوم الجمعة من المتوقع أن تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد سيبدأ على شكل هطولات مطرية سواء في المناطق الشمالية الوسطى أو حتى الجنوبية، ولاحقا بمشيئة الله تعالى تتبع هذه الأمطار بتشكل للصقيع والانجماد والجليد في أجزاء واسعة من المملكة، مع تحرك الجزء الرئيسي من هذه الكتلة الهوائية القطبية بعيدا عن المملكة. إنما تبقى المملكة تحت تأثير تيارات هوائية باردة شديدة البرودة خاصة على طبقات الجو القريبة من سطح الأرض. إذن ما هي الأجواء المتوقعة خلال ثلاثة أيام المقبلة؟ نبدأها بالأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غد الأربعاء. أجواء باردة، درجة حرارة تقريبا 7 درجات، مع فرصة لهطول بعض الأمطار المحلية كما ذكرنا، بعض الزخات الثلجية محتملة فوق الجبال العالية الجنوبية. ليلا تهبط الحرارة إلى 3 درجات مئوية، ربما يتشكل الضباب أحيانا في ساعات ليلة الأربعاء للخميس. فرصة لبعض الأمطار يوم الخميس، هناك فرصة لزخات مطرية. درجة حرارة 6 درجات مئوية، منخفض جوي جديد ليلة الخميس على الجمعة يجلب الأمطار والرياح النشطة، وهذه الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا، تهبط الصغرى إلى 5 درجات، لكن كما نلاحظ هي أدفأ مما كانت عليه ليلة الأربعاء على الخميس. ونهار يوم الجمعة أجواء ماطرة في البداية باردة، درجة حرارة 5 درجات مئوية، ولكن مع ساعات الليل تهبط درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر في بعض أجزاء من المملكة بما فيها ربما بعض الأحياء من العاصمة عمان، مع تدني كبير في درجات الحرارة، وربما يحدث هناك موجة من الانجماد والجليد تصل إلى مناطق واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. إذا ملخص الأحوال الجوية، هناك انحسار للمنخفض الجوي الحالي.
الحالي أجواء تبقى بارد، بالرغم ذلك منخفض جوي جديد مساء الخميس مصحوب بأمطار لكنه متبوع بموجة من الجليد، ربما تكون هناك بعض الزخات الثلجية إبان تأثير هذا المنخفض الجوي، ولكن سنطلعكم على تفاصيل ذلك أولا بأول. قبل الختام بعض التوصيات بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، لا سيما أبرزها وأهمها هو الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة الكبير الذي تشهده المملكة في هذه الأيام، الانتباه أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية ذلك الناتج عن الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وأخيرا الانتباه أثناء المسير سواء على الطرقات أو مشيا على الأقدام من خطر الانزلاق بسبب الانجماد أو تشكل الجليد. إذا كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، نتابع دائما معكم التطورات أولا بأول عبر منصات طقس عرب المختلفة. دمتم بخير، إلى اللقاء.